القراءة فيها طاقة مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج الجدي وبرج الجوزاء وفقط. وأنا هذا برضه بشوفه برج الجوزاء، وبرضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حاليا بضربة حظ فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم مخلين هاي العلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلا إنه مثلا إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا، أو قافل عليكم نهائيا، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا في وضع الكوين اوف سورد، كانه حاطط حدود لكل شيء، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، وعماله هلا بفكر بالمنطق والعقل. وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاد شوي، وعنده قراراته لا رجعته في قراراتي. كمان هذا الانسان يمكن يختلف عنكم من مدينه اخرى، من مسافه ثانيه. انسان هو ناضج، احتمال يكون اكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافه، واحتمال يكون من كجو الاخر، من جنس اخر، من جنسيه اخرى، من طوائف اخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الانسان شو مشاعره بيناتكم. وزعلان جدا جدا جدا، لانه حاسس انه انتو درتوا ظهركوا له وتركتوه وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكم جدا جدا، اعتقد في انفصال في هاي العلاقة. كأنه هذا الانسان شافكوا انكم لفيتوا ظهركوا له، ومثلا ما اعطتوه فرصة يصلح الكاسات اللي انكبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال وبتذكر كل اشي صار بيناتكم، اي اشي، ذكريات حلوة، المشكلة اللي صارت، كل اشي قاعد بفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقله الباطني. الانسان هذا سلام عليكم، فبحبكم جدا جدا، عقله الباطني متعلق فيكم، وبرضه عنده وسوسه في عقله الباطني، كانه يعني ما بيهدى، بفكر بزياده، عنده تعلق في موضوع ما او فيكم. انا شايف انه فيكم، لانه انا شايف انه عنده خطوه ناحيتكم. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكم، لأنه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكم، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل إشي صار. هذا الإنسان عقله الباطني مش مخليه يدرك إنك أنت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة الذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه هو الإنسان هذا مش مدرك إنه هو انفصل عنكم نهائيا، فعنده عدم إدراك. وبعدين هذا الإنسان على فكرة بعت لك طاقة التفكير جدا، يعني يمكن هو ضاغط عليك في التفكير، يمكن أنت بخطر على بالك كثير هذا الإنسان، لأنه هو في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا، ومغلول جدا جدا إنك أنت كيف درت ظهرك له وتركته وحيد وزعلان، لأنه عنده كوبايات انسكبت على الأرض، فهو زعلان بنفس الوقت، متعلق فيك بنفس الوقت، بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول إنه يجمع كل أفكاره هاي
وما يقحها ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني، لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هاي الكاسه من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه، وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم ايش بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام، مع رغم انه تعبان في حملها، لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص، يعني كأنه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بيناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم تنزل على راسه، وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالضبط. كمان هو اذا كنه افكاره مشغوله بانها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين، في افكاره بس عقليا، يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا. هو بيحاول يخبي هذا الاشي، بس هو زي طافحة معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس بنفس الوقت شافك انه انت درت ظهرك للموضوع وتركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا، ارهق التفكير فيك، في الذكريات، في الماضي. انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطول على الماضي تبعك، كأنه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير اللي حكينا عنه. خلينا نشوف شو المشكلة اللي بيناتكم. المشكلة اللي بيناتكم على فكرة، في شخص منكم او انتوا اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول الطرف الثالث بيناتكم، او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. على فكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكلة هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحة عملت هيك، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائلة بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلا بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم، انه الكلام اللي صار كأنه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان ودرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم، او دخل امور عائلية، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مو قد المسؤولية، يحمل مسؤولية بيت اسرة. كمان انت شايفه كأنه اجا مثلا حكى لك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني بوقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني ورحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي. هو هيك شايفك، يعني اقل اشي هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص هذا يرجع، بس هذا الشخص كأنه أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء، استشفاء من يمكن من إدمان، يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي. ف
هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص، خطوته انه بده يجي، واللي اثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك اياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسة اللي انت شربتها اياها بده يشربك اياها، مش مثلا كاسة زعل او اشي، لا كأنه بده يجي يعمل صفحة جديدة معك، بداية جديدة يمكن بلش فيها صداقة من ناحيتك، لان هذا الانسان خطوته ورجوع، اذا حدا بيسألني هذا الانفصال هل في رجوع او في رجوع، انا بحبك جدا هذا الانسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في الرجوع هذا الانسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا اخي، شو بدك اكثر من هيك يعني. طيب خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء، شو مشاعرك من ناحيته، وشو انت شايف المشكله اللي بيناتكم، وكيف تفكر فيه. خلينا نشوف مشاعرك من ناحيته، انت حاسس انه هو طاقم الشغله تبعك. هكتلكوا في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج، وهو مثلا زعلان لانه هو استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيله انه يلف لكم ليشوفكم، لانه هو عفوا هو زعلان على انه خسركم، لانه هو مرتبط في اشياء تانية. كمان هذا الشخص انت يا ربي برج الجوزاء، عفوا معلش، كانك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو توأم الشعله، هو لافرز للدلافرز، هو برجك يا برج الجوزاء، كمان انت شايفه انه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات في التقاليد في المسافة، اي اختلاف توأم الشعلة، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء، او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك، بس هو يعني اذا انت بدك تسألني هو بحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك، بفكر فيك 24 ساعة، كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر، يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حاطط لكم بلوكات هو حاطه، لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت يا برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكأنك تنتظر انه يرجع، انت مستني يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحه بيناتكم ومسامحه، وانا بعرف برج الجوزاء وطيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح على الخيانه بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيره، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب، والثلاث يعني كروت رايحاله بزياده يعني، فانت عندك امنيه انها تتحقق، ان هذا الشخص يرجع ويصير في بينك استقرار وعائله، لان اعتقد انه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مثلا استقرار الزواج، لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طب انت بنظرك بوجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك، او شو انت كيف شعورك بالمشكله، انت شعورك بالمشكله كأن هذا الانسان لهلا انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
كمان هذا الإنسان أنت، عفوا أنت، كأنك بتطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت أعمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك، كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك، العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه، إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هذا بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه، نفس الإشي أنتوا اتنين تعبانين، مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ بدنا نحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن تقدم لك عرض زواج او استقرار، فانت محتار بين انه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرض وانت محتار فيه. كمان عندي احساس انه برضه في منكم يا برج الجوزاء انتوا اغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا اذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كانه انتوا مش مخلينه يشوفكوا او ظاهرين امامه، كانه هم يعني النصيحه او الحل للمشكله انه انت تطلع من الرابطه اللي انت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لانه انت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات، ما بعرف انتوا بتعرفوا، بس كانك انت مبعد عنه متباعد، ولانك انت تارك الاشي مثلا للمصير انه يحله. فاذا انت مثلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع عليه بلوكات اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقه هاي، يعني افتح الابواب شوي، او اذا انت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص تقدر انه انت هلا تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لانه انت شايف المشكله بالنسبه لك متركتك جدا جدا، وكانك انت واقف في عين عليك على اجريك بالغصب، وهو واقف على اجريه بالغصب، وانتوا اتنين تعبانين من جهه بعض، بتحبوا بعض بس في شويه حجزات بيناتكم او اسوار عاليه انتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في انذار في العاصفه، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلا بنشوف شو الانذار هذا في العاصفه. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا بنشوف ايش. بقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسه برضه هيك انه استحاله يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحاله يموت، لو حتى في رغم التعب والفرق بيناتكم وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتوا مثلا شايفكوا هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا، مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت. هون بقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في رجع لهذا الحب، عشان هيك تحضروا حالكم برج الجوزاء لرجع زي هذا، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايفه في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما قلت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس، انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. أنت مستشار طبيبي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني أنت كأنك معروف برج الجوزاء إنه هو الناس تيجي تستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فأنت الناس بتستشيرك، فأنت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيرة اللي أنت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل حل. برج الجوزاء اليوم متعب قراءتك. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جايك يا برج الجوزاء؟ زي ما حكيت لكم، اتمنى هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا بأسوة او بعصبية او بنرفزه، فهذا الانسان حضروا حالكم رجوع، يعني رجوعه بقولوا لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم، كارت القوة والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم. يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل فيكم، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفة بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع انه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبة في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على صار، لا راح يصير نقاش حاد بيناتكم، فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء. مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأنه تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامك. مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فأنا ندمان، فشو الحل؟ أنا بدي أرجع، يعني هيك بدي يجي وبدك أنت هيك تطلع علي إنه واو، يعني جاي مثلا إنه وكأنك بدك كمان تحملني جميل لأنك راجع، فهيك راح تكون المواجهة هذه. يعني ما عندكم عاصفة لا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهاية القراءة هذه، إن شاء الله تكون نهاية سعيدة يا رب. أو شو نهاية العاصفة تبعتكم؟ إذا أنتوا فقدتوا التوازن رح ترجعوا تتوازنوا. انا اعتقد انتوا زي متحيرين في امرين في شخصين، او متحيرين ان الشخص هذا ليش عمل هيك، او انتوا سكرتوا هذا الباب لان الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان انه انتوا هذه نهايتها انه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا كانه هذا رجعه هذا الشخص تتوازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح طلعنا برج الاسد، يعني عشان الابراج قلت لكم قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. برج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. وشكرا لمتابعتكم، اللي عجبه الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ويحط لايك للفيديو.